هلالي ايوه هات الهلالي ايوه هات الهلالي ايوه هات الهلالي ايوه هات الهلالي ايوه يا اخي والله انا ايش جابني هنا يا اخي والله ايش جابني مخلي النصر يا لعيب اه يا هلالي القم القم انت معاهم ولا معانا انت لا يا شرفنا دي والله شرفنا كيف الجول في ذمتك كيف الجول؟ يا هلالي هم حلو حلو هم حلو كيف الاهداف الحين هنا؟ بس ما في حماس زي هنا والله العظيم هنا كذا تحس يا اخي بمتعه يا اخي والله نعم رجعت العمره اربعه حلوه صح؟ يا سلام انت مش فرحانه؟ يا سلام انت نايم والله ما جرت والله حاطها نايمه بين الشوطين مو بين الشوطين قبل شوي يعني من الإجابة من الإجابة ما انتبهت بسرعة مين؟ من الإجابة الهدف؟ قالوا؟ تعادل 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 أقسم بالله شوف عشان أقول الحق والله هدف أسطوري بين سالم وبريرا أقول الحق أنت كمل كمل ينوم والله العظيم والله يزعل لا لا هدف حلو اقول الحق شفتوا لا لا هدف حلو والله والله هدف حلو تاليسكا جوناثان مارتينيز فريق مرعب الف مبروك والدوري اذا ما اخذها الاتحاد بياخذ النصر لكن ارجع غير كلامي شوي الدوري نصراوي الدوري نصراوي مباراتنا القادمة على الاتحاد هيا تعال يا اتي هاتوا للتاوي هاتوا للتاوي تعال السلام عليكم لا لا دقيقة ابو عابد يا اخي هذه بدايتها يا اخي عد عد الجزيرة عد عد الجزيرة وتعال هاي يلا موفقين الهلال ثلاثة كنو انت نايمة باقي والله لا تقوم تصفق وترجع تنام يا ساتر سواها الهلال الهلال خمسة هاي كاس عالم ولا مباراة دوري ولا حواري هذا الزعيم عبد العزيز اي والله هذا هو هذا شكل السادس هو ما فيها كلام السادس كاريلو اليوم ماجد ستة قوية والله